wife Lamia Rashidi, the TF Incubation Business Manager. She will discuss opportunities for incubation at TF ongoing, regardless of competition or not. Thank you. Thank you. مساء الخير. في الأول أنا مش تبع جيمنج اندستري، أنا تبع حاجة تانية. علاء لما سألوه إيه الحاجة اللي what you encourage الناس اللي انترستد في الجيمنج يقولوه، قال في الأول ما يعملوش شركة. طب أنا قال لا ما يعملوش شركة. أنا هنا عشان أقول اعملوا شركتكم. زي ما المهندسة إيمان عرفتني، أنا رامية رشيدي من تكنولوجي انوفيشن اند انتربرينورشيب سنتر، وهكلمكم النهارده على الانكوبيشن الاحتضان. حد سمع عن البروجرام بتاع الانكوبيشن كتير؟ اوكي مش كتير. خلاص انا هقول لكم بيتي عليه. بيتي كده هو نقدر ممكن اقرا لكم الفيجن والميشن، بس المهم في الموضوع ده ان موضوع الاحتضان او الانكيبيشن الهدف بتاعه ان هو كنا نشجع الشركات الصغيره والناشئه في مجال الاي تي. ازاي؟ ان احنا نقدمهم الحاجات الاساسيه او نساعدهم خلال فتره في البدايه ان هم يكون عندهم اساسيات بناء شركه. فزي ايه؟ زي المكان. طبعا من ضمن الاوبجيكتيف اللي انا منها هنا النهارده ان هي انكيس الاويرنس اباوت الامبورتنس بتاع الانتربرينور شيب رياده الاعمال. للاسف في مصر اغلبيه في نسبه كبيره من الخريجين بيدوروا على وظائف سواء في الحكومه او في الشركات، مع ان البلد محتاجه ان الناس تعمل شركات ناشئه وستارت اب ذير اون كومباني وشغل ناس تانية. الحكومة عليها عارفة توظيف كتير والشركات الخاصة ما تقدرش تشيل كل تدي توقيت الوظائف، فمحتاجين ان الشباب يعملوا شركاتهم الخاصة. ده حاجة مهمة قوي بالنسبة للاقتصاد ده، وبالذات في سكتور زي الاي تي اللي هو خلال السنين اللي فاتت كان بيساهم بنسبة كبيرة في الصادرات بتاعت مصر يعني. اوكي الانكيبيشن بروجرام. الانكيبيشن بروجرام ابتدى من 2006 في وزارة الاتصالات. اتغير الموديل بتاعه على يعني على فترات. دلوقتي الموديل بتاع الانكيبيشن بيتيح للشباب اللي عندهم افكار جيدة، بيفتح لهم مكان صغير يقدروا يبتدوا فيه ينشئوا فيه شركتهم، بيفتح لهم اجهزة كمبيوتر واكويبمنت خلال فترة الاحتضان، بيتيح كونسلتنسي تريننج نتوركينج، بنعمل ايفنتس كتيرة بتتيح للشباب ان هم يعرضوا افكارهم وافكار شركاتهم يعني، وماركتنج سبورت في الايفنتس اللي احنا بننزل فيها بندعم ان هم بنطبع لهم فلايرز والبروشورز بتاعتهم، بس ده طبعا من الشركات المختارة. احنا دلوقتي اللوكيشن بتاع الانكيبيشن بتاعنا فين؟ عندنا في كذا مكان، عندنا في سمارت فيليج في بي 5 عندنا اماكن لاحتضان ست شركات، بس طبعا في منهم اوريدي احنا اوريدي عندنا ست شركات محتضنين في سمارت فيليج، في جامعه القاهره وفي جامعه اسيوط، في كل جامعه في 8، في اسكندريه في مكان لاربع شركات، وفي ترينت يونيفرستي دي كان اخر اتفاقيه عملت ريجاردنج الانكيبيشن، دي اتفاقية حديثة جدا والمفروض ان الانكيبيشن يعني بتاع اربع شركات. اوكي ازاي ممكن تقدمه في الانكيبيشن؟ قبل كده الانكيبيشن كان لازم يبقى فيه بزنس بلان كومبيتيشن وتقدروا تقدمه خلالها. دلوقتي بقى في طريقة تانية ان انتوا ممكن اي حد اي تيم عنده فكرة يقدر يبعت البيزنس بلان بتاعته للإيميل ده. وانس بعتوا البيزنس بلان بيتم مراجعتها، يعني نتأكد ان هي حاجة فاليد بيزنس بلان نقدر نعرضها على السيت بورد اوف تراستيز، وفي الآخر الكلمة الأخيرة بتاعت هل المشروع ده يعني يتم احتضانه أو لا بترجع للبورد اوف تراستيز، للسيت بورد اوف تراستيز.
بالنسبة للوينرز في المسابقة هنا طبعا هيبقى لهم يعني potential, هيبقوا أكيد good candidates to apply for ال incubation يعني. دول سامبل من الشركات اللي كانت incubated, دول latest batch. لو شركة تسمعوا عن بيقولك برضه هو كسب مؤخرا الأسبوع اللي فات في جوجل إبدا بالظبط. وايلد ستار ده برضه حاجة ريتد للموبايل. اكشف وروا برضه كل الأربع شركات من دول أكتف في الموبايل أبلكيشن في الموبايل سيكتور, وبي فاي ده كان لسه مسؤولين. Thank you.